السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم عالم سهام. أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. موضوع اليوم سيكون عن خلطات لتبييض الجسم بشكل كامل وتبريمات للعروس. هذه الخلطات مجربة من من جربتها أنا شخصيا أو أحد من معارفي، لذلك أحببت أن أشاركها معكم اليوم. فهي توحد لون الجسم بشكل جميل جدا، وأيضا تبيض كذلك المناطق الحساسة وتحت الإبطين. فمن منا لا تتعرض للإسمرار، سواء كان هذا الإسمرار ناتج عن التغيرات الهرمونية أو التعرض بكثرة لأشعة الشمس ونريد التخلص منه بسرعة، خصوصا العروس قبل ليلة زفافها أو قبل المناسبات الخاصة أو العائلية لكي لا نحرج أمام العائلة والأصدقاء. لذلك اليوم حبيباتي سأشارك معكم خلطتين مجربتين ومضمونتين لتبييض الجسم وتوحيد لونه بسرعة. ولكي لا أطيل عليكم لنبدأ بأول خلطة. وأول عنصر سنحتاج حبيباتي هو نشا الذرة أو ما يعرف كذلك بمايزينا أو الكورن فلاور. يمكنكم أيضا استخدام نشا البطاطس أو أي نوع من النشا تتوفرون عليه، فجميع أنواع النشا تعتبر مبيضة للبشرة ولجلد الجسم بشكل عام. وإذا لم تتوفروا على نشا الذرة يمكنكم تعويضه بدقيق القمح الصلب أو الدقيق الأبيض أو كذلك دقيق أو بودرة الأرز المستدير المطحون. كل هذه البدائل أنا أعطيها لكم حبيباتي، وأنتم استخدموا منها ما يناسبكم حسب المتوفر لديكم. ثاني مكون عزيزاتي هو الكركم المطحون. استخدموا الكركم الخاص بالتجميل أو الكركم الخاص بالطبخ، لكن اطلبوا من العطار أن يطحنه أمامكم أو يمكنكم إحضاره للبيت على شكل أعواد واطحنوه بأنفسكم، وهكذا لتتأكدوا من خلوه من أي مكونات صناعية يمكن أن تصبغ جسمكم. فالكركم عزيزاتي تستخدموا الهنديات بشكل كبير، خصوصا في طقوس قبل الزواج أو قبل العرس، وذلك للحصول على جسم أبيض ورائع وخالي من البقع البنية أو آثار الحبوب، فهو رائع للتبييض وكذلك لشد بشرة الجسم. كما أن الكركم آمن ويمكنك تطبيقه على الوجه وعلى المناطق الحساسة، أي جميع مناطق الجسم بدون استثناء. والثالث مكون عزيزاتي ستحتاج هو الليمون الحامض. وعلى ذكر هذا المكون، هنالك أخت قد سألتني بالتعليقات عن لماذا أقول الليمون الحامض وهل هناك ليمون غير حامض. فبطبيعة الحال عزيزتي لا يوجد ليمون غير حامض، فأنا أقول الليمون الحامض لأن بالمغرب عندنا يسمونه في بعض المناطق بالحامض ويسمون البرتقال بالليمون، لذلك أقول الليمون الحامض للتوضيح فقط. وهذا كان فقط بين قوسين. يمكنكم استخدام قشر الليمون، فأنا هنا مثلا عندما أستخدم عصير الليمون في وصفات الطبخ أو في المطبخ بشكل عام أحتفظ بالقشر بهذا الشكل، ثم أقوم بالاستفادة منه بتحضير خلطات طبيعية لتبييض اليدين أو الرجلين أو لعمل تبريمات أو خلطات لتبييض الجسم بكامله. ثم سنحتاج حبيباتي لزيت الورد لمن تعاني من بشرة جافة أو جلد جسم جاف، وهذا لترطيبه. ولا تتقيدوا بزيت الورد، فيمكنكم استخدام أي نوع من الزيوت المرطبة. أولا حبيباتي خذوا إناء مناسب للوضع على النار، ثم قوموا بتقطيع الليمون أو قشر الليمون إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. بعد ذلك أضيفوا الماء إلى أن يغطى الليمون بهذه الطريقة، وبعد ذلك سنضعه على النار تقريبا لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة إلى أن يغلي أو يطهى، وبعد ذلك نزيله من على النار. وهذا هو الليمون بعد إزالته من على النار. الآن سنقوم بوضعه في مطحنة كهربائية ونقوم بطحنه بمائه، أي لا نتخلص من هذا الماء، فهو غني بفيتامين سي الذي سيقوم بتبييض البشرة. وهذا هو الخليط الذي نحصل عليه عزيزاتي. الآن سأقوم بإضافة نشا الذرة بمقدار مناسب،
نضع تقريبا لكل حبة ليمون نضع ملعقتين كبيرتين مملوءتين من نشا الذرة. أنا هنا وضعت حبة ونصف، سأضع فقط 3 ملاعق كبيرة مملوءة جيدا من نشا الذرة. بعد ذلك سأضيف تقريبا ملعقة كبيرة من الكركم أو الخرقوم المطحون، ثم سأبدأ بخلط هذه العناصر جيدا إلى أن تتجانس. وهذه هي الخلطة التي نحصل عليها عزيزاتي. الآن سنقوم بدهنها على كامل الجسم، وهذا قبل الشطفة الأخيرة أي في آخر مراحل الاستحمام. نقوم بتطبيقها على كامل الجسم بحيث تكون مسامات جسمك مفتوحة وتستفيدين من هذه الخلطة بشكل جيد. بعد ذلك ضعيها على كامل المناطق بما في ذلك الوجه والمناطق الحساسة، فهي لا تسبب أي ضرر، بالعكس كلها مواد طبيعية يمكنكم استخدامها كذلك لأطفالكم. نتركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة وهي مدة كافية لتتغلغل الخلطة بداخل الجلد. يمكنكم مثلا في هذه الأثناء أن تقشروا الأقدام بالحجر الخفاف أو أن تعملوا تدليك لكامل الجسم بهدف الاسترخاء وكذلك لتتغلغل الخلطة جيدا. لكم الاختيار، المهم أن تبقى الخلطة على الجسم لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نشطف جسمنا بالماء الدافئ المائل للبرودة، ثم نجففه وندهنه بشكل كامل بزيت الورد أو زيت اللوز إذا كان لديكم، أو أي زيت من الزيوت المبيضة والمرطبة. فيمكنكم استخدام زيت جنين القمح أيضا أو زيت جوز الهند، لكم حرية الاختيار بين هذه الزيوت، فلا تتقيدوا بنوع واحد فقط. والخلطة الثانية خلطة عجيبة ورائعة أيضا عزيزاتي بدون مبالغة، لكن أريد منكم أن تجربوها لمدة أسبوع وتعطوني رأيكم بالتعليقات. فهذه الخلطة عزيزاتي تعتبر مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وكذلك مبيضة للجسم بامتياز، توحد لونه بسرعة. فهذه الوصفة معروفة جدا وهي جد مفيدة وعن تجربة شخصية، تخلص من الجلد الميت كما سبق وقلت وكذلك من السيلوليت والدوالي. وسنحتاج بها كأول مكون لعصير الليمون الحامض. سنحتاج كذلك للسكر الخشن، السكر الأبيض المستخدم في المطبخ. سنحتاج أيضا للزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو ما يعرف كذلك باللبن أو الروب أو الياغورت الطبيعي. سنحتاج أيضا لزيت الزيتون. ثم المكون الرئيسي في هذه الخلطة وهو بودرة الأطفال أو بودرة جونسون للأطفال، يمكنكم استخدام أي ماركة تتوفرون عليها، ليس بالضرورة استخدام جونسون أو ماركة جونسون. والآن حبيباتي لنمر لطريقة تحضير هذه الوصفة. أولا سنأخذ إناء نظيف وجاف وسنضع به مقدار 3 ملاعق كبيرة تقريبا من بودرة الأطفال. بعد ذلك سنضيف إليها تقريبا ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن. نضيف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. ثم سأضيف ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر. وعلى فكرة فأنا أستخدم الزبادي أو الياغورت منتهي الصلاحية بيوم إلى 3 أيام في بعض الأحيان بخلطات التبييض، فليس هنالك أي ضرر في استخدامه. فإذا لاحظتم أنه لديكم زبادي منتهي الصلاحية فيمكنكم دائما استخدامه بالخلطات الطبيعية، فليس به أي ضرر على البشرة. الآن سأضيف ملعقتين كما قلت لكم من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، ثم سأضع كذلك ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. بعد ذلك عزيزاتي سأبدأ بدمج وخلط هذه المكونات مع بعضها البعض إلى أن تتجانس ونحصل على خلطة جاهزة. وهذا هو قوام الخلطة. الآن بنفس طريقة الخلطة الأولى سنبدأ بوضعها على كامل الجسم وقبل الشطفة الأخيرة أثناء استحمامك. والفرق بين الخلطتين أن هذه الخلطة تقوم بعمل تقشير
فهي خلطة مقشرة ومبيضة في آن واحد، لذلك سنقوم باستخدامها على كامل الجسم وعمل تقشير لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نشطف بالماء المائل للبرودة، ويمكنكم تطبيق هذه الخلطة 3-4 مرات بالأسبوع، فالنتيجة مذهلة وسريعة بالنسبة للعرائس اللواتي تريدن تبييض الجسم بسرعة. أتمنى أن تعجبكم هذه الخلطات حبيباتي وأن تشاركوها مع أصدقائكم ومعارفكم. لا تنسوني من صالح دعائكم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في خلطة قادمة إن شاء الله.